انت جيت؟ اهلا. حظك حلو، الغدا جاهز. هايل. امال فين الولاد؟ مش سامع صوتهم يعني. جوه في الاوضه بيحلوا الواجب. ايه؟ بيحلوا الواجب؟ ليه؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ انا قلت لهم الشرط نور، عايزين تخرجوا معايا خشوا حلوا واجب المدرسه. يخرجوا معاكي؟ ليه؟ هو احنا لسه هنخرج تاني؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. موسم اجازات المدرسين انتهى، ومع اختي رجعت من السفر امبارح. طيب نروح لهم بكره ولازم نروح لهم النهارده يعني، على الاقل نسيب الناس تستريح شويه. معقول بقى الناس الغرب يروحوا لها واحنا نبقى اخر الناس؟ دي اختي الوحيده يا حبيبي. اسمع، انا هخش البس العيال عقبال انت ما تخلص اكل. ها هوا، ربنا يخليك ليا. مهروشة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتكم. يا ترى الرحله كانت مريحه؟ اسال ممدوح. كانت مريحه لغايه لما دخلنا المطار، وبعد كده عينك ما تشوف الا النور. ايه ما لقيتوش تاكسي انتوا كمان؟ يا ريت جت على التاكسي. الجمارك، اجراءات معقده، 100 سؤال، معاك اجهزه كهربائيه، معاك مش عارف ايه، معاك بدركي، حاجات غريبه. طب وماله؟ ما ده شيء طبيعي. بقى الناس مسافرين وشقيانين وراجعين بتحويشه العمر، تيجي الجمارك تقطم وسطهم؟ انا مش عارف افهمها لك ازاي يا صفاء. ما تقولها انت يا ممدوح. مش عايز افهم حاجه يا اخويا. تعالي عايزاكي في كلمتين. هاتي الشاي في ايدك. يلا. طب ما تتاخريش يا صفاء عشان يا دوبك تلاقي حاجه نروح بيها. سلوى. نعم يا ماما. خدي اخوكي على اوضه النوم عادي. حاضر. على مهلك. ممكن افهم بقى ايه اللي انت مشيلهولي على قلبي طول السكه ده؟ مفاجأة. مفاجأة؟ اه. وده ايه ده؟ فوت بروسيسة. نعم يا اختي؟ يعني مطبخ كامل. بص شوف. وده ايه لزومه ده يا صفاء؟ من كتر يعني الولايم والافراح اللي احنا بنعملها، انت ازاي تعملي حاجه بالشكل ده؟ ما تخافش، مها قالكي على اقل من مهلك في الفلوس. فلوس؟ وده ثمنه كام ده؟ مش غالي، 200 دولار بس. انت اتجننتي؟ انت ازاي تعملي حاجه بالشكل ده؟ يعني خلاص مشاكلنا كلها اتحلت، ما كانش ناقصنا غير البتاع ده؟ على مهلك، انت هتقلبها نكد ولا ايه؟ حاجه وكان نفسي فيها. خلاص بقى والنبي ما تزعل. ما تزعلش. حقك علي. مش هتنام؟ مش دلوقتي. طب انا بقى هنام. تصبح على خير. Thank you.
زعلان مني؟ مش زعلان ولا حاجة، بس بقى سيبيني أنام. يبقى لسه زعلان. وما قلتلك مش زعلان ولا حاجة. طب عيني في عينك. أهو ماما. طيب اتفضلي روحي له يا اختي.